موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هم فيها خالدون. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أو الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. أخرجه في الصحيحين. تقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله: والإثم والبغي بغير الحق. قال السدي: أما الإثم فالمعصية، فالمعصية والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها. وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه. وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والباغي هو التعدي إلى الناس، فحرم الله هذا وهذا. وقوله: أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تجعلوا له شريكا في عبادته، وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وقوله: ولكل أمة أجل. قال: يقول تعالى: ولكل أمة، أي قرن وجيل، أجل، فإذا جاء أجلهم، أي ميقاتهم المقدر لهم، لا يستأخرون ساعة عن ذلك ولا يستقدمون. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياتي، وبشر وحذر. قال: فمن اتقى وأصلح، أي ترك المحرمات وفعل الطاعات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها مكثا مخلدا. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: لكل أمة أجل. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكر تهددا للمشركين الذين أخبر جل ثناؤه عنهم أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وعيدا منه لهم على كذبهم عليه وعلى إصرارهم على الشرك به والمقام على كفرهم، مذكرا لهم ما أحل بأمثالهم من الأمم الذين كانوا قبلهم. لكل أمة أجل،
يقول: ولكل جماعة اجتمعت على تكذيب رسل الله ورد نصائحهم. الشرك بالله اجتمعت على الشرك بالله مع متابعة ربهم حججه عليهم. أجل يعني وقت لحلول العقوبات بساحتهم ونزول المثولات بهم على شركهم. يقول: وكذلك لكل واحد منهم أجل. في هذه الحياة إذا جاءه قبضت الملائكة روحه، فإذا جاء أجلهم يقول: فإذا جاء الوقت الذي وقته الله لهلاكهم حلول العقاب بهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول: لا يتأخرون بالبقاء في الدنيا ولا يمتعون بالحياة فيها عن وقت هلاكهم وحين حلول أجل فنائهم ساعة من ساعات الزمان ولا يستقدمون. يقول: ولا يتقدمون بذلك أيضا عن الوقت الذي جعله الله لهم وقتا للهلاك. كما ذكرنا أن هذا يشمل الأمم المكذبة ويشمل أيضا الأمم عموما، فإن كل أمة لها أجل، أجل تنتهي فيه حياتهم سواء كانوا مصلحين أو مفسدين. وقوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره معرفا خلقه ما أعد لحزبه وأهل طاعته والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وما أعد لحزب الشيطان وأوليائه والكافرين به وبرسله. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يقول: إن يجئكم رسلي الذين أرسلهم إليكم بدعائكم إلى طاعتي والانتهاء إلى أمري ونهي منكم، يعني من أنفسكم من عشائركم وقبائلكم، بل الظاهر والله أعلى وأعلم أنه منكم أي من البشر من بني آدم ليس من الملائكة. يقصون عليكم آياتي، يقول يتلون عليكم آيات كتابي ويعرفونكم أدلتي وأعلامي على صدق ما جاءوكم به من عندي وحقيقة ما دعوكم إليه من توحيدي. من اتقى وأصلح، يقول: فمن آمن منكم بما أتاه به رسلي مما قص عليه مما قص عليه من آياتي وصدق واتقى الله فخافه بالعمل بما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصلح، يقول وأصلح أعماله التي كان لها مفسدا قبل ذلك من معاصي الله بالتحوب منها. التحوب التأثم بمعنى السعي إلى إزالة الحوب والإثم، كما في الحديث أخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي لإزالة الإثم عن نفسه. من تحوب من المعاصي أي أراد إزالة الحوب بالتوبة. يقول وأصلح أعماله التي كان لها مفسدا قبل ذلك من معاصي الله بالتحوب منها التوبة منها فلا خوف عليهم. يقول: فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من دنياهم التي تركوها وشهواتهم التي تجنبوها اتباعا منهم لنهي الله عنها إذا عينوا من كرامة الله ما عينوا ذلك. عن أبي سيار السلمي قال: إن الله جعل آدم وذريته في كفه، فقال: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ثم نظر إلى الرسل فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ثم بثهم، يعني نثرهم على بعضهم، أو نبثهم يعني أطلق هذه الأرواح لتدخل في الأجساد في الوقت الذي جعله الله لكل واحد منهم. هذا الأثر كسائر الأحاديث التي فيها خلق الأرواح قبل الأجساد ومخاطبتهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. الآية وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى خاطب أرواح بني آدم ونثرهم بين يديه وقسمهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وأخذ عليهم العهد على جميعهم، أنه قد جعل نورا بين عيني من له نور يكون له في الدنيا. هذه هي الأرواح مصورات في سورة الأجساد. قال ابن جرير: فإن قال قائل: ما جواب إما يأتينكم رسل منكم؟ قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك. قال بعضهم: في ذلك الجواب مضمر يدل عليه ما ظهر من الكلام، وذلك قول فمن اتقى وأصلح، وذلك لأنه حين قال فمن اتقى وأصلح كأنه قال فأطيعوا، إما يأتينكم رسل منكم فأطيعوه. إيه اللي دل على أطيعوهم؟ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجزء المذكور يدل على الجزء المحذوف أو المضمر. قال: وقال آخرون منهم الجواب فمن اتقى، الجواب فمن اتقى لأن معناه فمن اتقى منكم وأصلح. إما يأتينكم رسل منكم فمن اتقى، الكلام الأول أظهر بأن هذه فمن اتقى وأصلح جملة. قال: لأن معناه فمن اتقى منكم وأصلح. قال: ويدل على أن ذلك كذلك تبعيضه الكلام، فكان في التبعيض اكتفاء بالذكر من الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو جعفر: يقول جل ثناه: أما من كذب بآيات رسلي التي أرسلتها إليه وجحد توحيدي وكفر بما جاء به رسلي استكبر عن تصديق حججي وأدلتي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول: هم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها أبدا، نعوذ بالله. في هذه الآية دليل على أن الكبر مثل التكذيب في استحقاق الوعيد الأبدي، والعياذ بالله. ليس كما يقول مرجئة زماننا ممن يقول لا بد وأن يستحل أو أن يكذب حتى يكون كافرا، بل وصل القول وبعضهم إلى أن قالوا لا يكفر إنسان حتى يستحل الكفر ويكون معتقدا خلاف ما أخبر به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. قد ذكر الله في هذه الآية وغيرها كثير قسمين كل منهما مستحق للعقوبة الأبدية: التكذيب بآيات الله، وهذا يشمل كما ذكرنا من قبل زوال قول القلب واعتقاده، أو يكون مولودا لكن يكذب بلسانه، فإن التكذيب يشمل تكذيب القلب ويشمل تكذيب اللسان.
وهذا يشمل الاستحلال بالاصطلاح المعاصر فيما اشتهر من المحرمات. كان يقول الزنا حلال، كمن يقول عبادة البقر رقي وحضارة، هذا والعياذ بالله تكذيب للقرآن العظيم. حزين ذاك الشخص المرتد من ينتقد عبادة البقر، يقول عبادة البقر رقي وحضارة، هذا تكذيب بآيات الله. وأما النوع الثاني المذكور في الآية فهو الاستكبار، وهو أن يتعالى عن أمر الله عز وجل، ككفر إبليس وكفر فرعون وكفر اليهود الذين يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. هذا النوع يكون ممكن ويكون موجودا في القلب مع اعتقاد أحقية ما جاءت به الرسل، لكنه يأبى أن يستجيب، والعياذ بالله. فإبليس لم يشك أن الله أمره بالسجود لآدم، وكان تركه للسجود لآدم إباء واستكبارا. وفرعون وقومه جحدوا بالآيات التي جاء بها موسى، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكان العلو والكبر هو سبب كفرهم، والعياذ بالله. لا بد من معرفة هذا الأمر، لأن هذا اختلط على الكثيرين، عمل القلب وقول القلب، إذا زال قول القلب كفر الإنسان، وكذا إذا نطق الكفر بلسانه، وإذا زال عمل القلب من تعظيم الله عز وجل والانقياد والخضوع والذل له كفر أيضا. نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.